ومعنا من اسطنبول عقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. مرحبا بك سيد عقيد الركن حاتم الفلاحي. مساء النور لك ولمشاهدي قناتكم الكريم. ما الحاجة لهذه التكوينات الطائفية كما استمعنا إلى التقرير قبل قليل التي تسمى قوات التعبئة مع وجود عشرات الميليشيات وفرق الموت الخاصة؟ نعم، بداية دعني أقول عن تشكيل هذه القوات. تشكيل هذه القوات هو يشابه التشكيلات الموجودة في إيران، فإيران تتألف القوات العسكرية من القوات النظامية وقوات الحرس الثوري الإيراني، ثم تأتي قوات الباسيج التعبئة، ثم تأتي بعد ذلك القوة الجوية، وتأتي بعد ذلك قوات الدفاع الجوي. هنا في العراق نحن نتكلم عن قوات الحشد الشعبي، وهي بمثابة الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما صرحوا به كثير من المسؤولين الإيرانيين بأنه الحشد الشعبي يجب أن يكون نسخة عن الحرس الثوري الإيراني. أما القوات التي يدعون لتشكيلها حاليا سواء في البصرة أو في مناطق أخرى من العراق بما تسمى قوات التعبئة الاحتياطية أو قوات التعبئة الطوعية، هذه القوات هي تشبه قوات الباسيج في إيران. هذه القوات يكون واجبها الأمن الداخلي، مكافحة الشغب، وتصفية القوى المعارضة للنظام. وبالتالي نحن نتكلم عن قوات واجبها يكون داخلي، لا تتبع لوزارة الداخلية كما الأمر موجود في إيران. قوات الباسيج تتبع وزارة الداخلية في إيران، أما نحن في العراق فهذه القوات تعتبر بمثابة وزارة الداخلية، ويعتبر الحشد هو بمثابة وزارة الدفاع. إذن نحن نتكلم عن قوات عسكرية داخل هيكل الدولة، لا تتبع لوزارة الداخلية ولا لوزارة الدفاع، ولا تأتمر بإمرة أحد من القادة العسكريين، وإنما تشكل هيكل قيادي عسكري بمعزل عن الحكومة. وهذا ما يجري الآن من إنشاء هذه القوات، إضافة إلى ما موجود في العراق مثل ما تفضلت من فرق الموت الخاصة ومن فرق الحشد الشعبي وما إلى ذلك من أمور. يعني أحداث البصرة الأخيرة ولا سيما حراق مقر الميليشيات والقنصلية الإيرانية، هل كانت صدمة غير متوقعة لزعماء هذه الميليشيات؟ نعم أكيد، شكلت صدمة كبيرة جدا للطبقة السياسية التي كانت ترى في أن العمق الاستراتيجي لدعم الطبقة الحاكمة في العراق هي هذه المناطق التي خرجت عن صمتها في هذه الفترة. فهم كانوا ينظرون إلى الشارع بأنهم مدعوم بشكل كبير جدا من هذه المناطق بسبب التعبئة الطائفية التي قامت منذ عام 2003 إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك أنا أرى بأن هذه الطبقة السياسية أو هؤلاء القادة سواء كانوا في الميليشيات أو في غيرهم من القوات العسكرية، جميع هؤلاء يعتبرون أنفسهم بأن هؤلاء الذين خرجوا هم خرجوا ليس على الدولة فقط، وإنما خرجوا على الإجماع بأنه يجب أن تكون الأمور باتجاه هذه الطبقة السياسية، وأن تكون مدعومة مهما حصل في العراق من نقص من خدمات وما إلى ذلك. لذلك نرى بأنها قد شكلت لهم صدمة كبيرة جدا بخروجهم على الطبقة السياسية الحاكمة. بعد تكوين هذه القوات الطائفية، هل يمكن القول بأن زعماء الميليشيات أصبحوا الخيار الأمني الوحيد لقمع التظاهرات؟ نعم أكيد، هم أحد الخيارات، لا نستطيع أن نقول هم الخيار الوحيد، وإنما نقول هم أحد الخيارات وأحد الخيارات الفاعلة في الساحة. كون هذه القوات هي أصلا لا تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة مثل ما يقال، وأن هذه القوات لديها هيكلية خاصة بها ولديها إمكانيات خاصة تختلف عن قوات الجيش. وهناك تصريحات لكثير من قادة الميليشيات بأنهم أصبحوا قوة تفوق حتى قوة الجيش النظامي، وبالتالي تعتبر هذه القوات هي القوة الضاربة الآن للطبقة السياسية الحاكمة بما فيها قادة الميليشيات. هل باتت إذن مراهنة إيران وميليشياتها في إخماد هذا الحراك الشبابي على قوات التعبئة الطائفية الجديدة وليس على ميليشياتها التقليدية المعروفة؟ نعم، أنا أقول من المبكر جدا أن نقول بأنها تعتمد الآن على هذه الطبقة، لأن هذه تحتاج إلى هيكليات، وتحتاج إلى تشكيل وإلى تجهيز وإلى تدريب وإلى ما إلى ذلك. لذلك أنا أقول بأن هذه البداية، أنها ستكون بداية لمشروع كبير ينتقل ليس في البصرة فقط، وإنما سينتقل إلى بقية المحافظات الأخرى، وستشكل هذه القوة أمام أنظر واعين الحكومة التي صمتت عن هذه التشكيلات الجديدة التي يجب أن تكون لها تخصيصات مالية، ويجب أن تدرس، ويجب أن تكون لها هيكلية. ولكن نحن لحد هذه اللحظة نقول بأن الحشد الشعبي هو غير معروف للقوات المسلحة ما هي هيكليته وما هي أعداده، وبالتالي من المبكر جدا أن نقول بأن هذه القوات هي التي ستكون
الضاربة في الفترة المقبلة، ولكن نقول أنها بداية هذه القوة ستكون بداية لقوة أكبر في الفترة المقبلة. هل تعتقد أن هذه التكوينات الطائفية جاءت بخلاف رغبة وتوجه العبادي، يعني بصفتي لا زال القائد العام للقوات المسلحة؟ نعم، بداية نقول بأن العبادي هو فاقد السيطرة على هذه القوات تماما، ونرى بأنه الفترة الأخيرة التراشق الإعلامي بين أبو مهدي المهندس وبين العبادي كانت واضحة، وأن الخلاف كبير جدا، وأن الميليشيات التي نزلت في البصرة لم تنزل بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس هيئة الحشد الشعبي، وإنما نزلت بتوجيهات من أبو مهدي المهندس. وبالتالي أنا أقول بأن العبادي الآن يعتبر في نهاية فترة حكم لرئاسة الوزراء، وبالتالي يريد أن يخرج من هذا المنصب بدون أن تكون لديه إشكالات. وهناك تسريبات اليوم بأنه كانت هناك مصالحات مع أبو مهدي المهندس جرت هذا اليوم ما بين العبادي وأبو مهدي المهندس، وبالتالي الأمور تجري بالترضية لغرض ترك هذا المنصب بدون أن تكون هناك إشكالات في المستقبل القريب. السيد العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام من اسطنبول مباشرة، شكرا جزيلا لك.